قول. افتكرت السوربريز، افتكرت مفاجأة عم بتحضر لك. ايمتى وكيف استوعبتي انه فعلا اللي عم بصير مش مفاجأة، حريق؟ وقتها بلشت اسمع صوت العالم برا عم بتصرخ، وحسيت انه رح ينقطع نفسي، ما بقى عم بقدر اتنفس كثير. هاللحظات بتنهاري لانه كل شيء عم بينهار قدامك، او قادره توقفي وتهربي؟ بوقتها يعني لو ما اختي كانت حدا ما كنت عرفت شو كان صار، لانه انا ما استوعبت. لو ما هي شدتني ونزلتني من السياره كان ضليتني يمكن قاعدة على السيارة وعم بتفرج شو عم بيصير، وماني مستوعبة مزبوط شو عم بيصير. قدي كان عدد المدعوين؟ 350 شخص. 350 مدعو. كيف تم عملية إخلاءهم؟ شفنا الزعر، الخوف، الفوضى اللي عم بتصير. كيف تم إخلاء 350 مدعو؟ كل واحد خلص حاله بحاله. اللي كان أقرب شي على الباب هو اللي زمط بلا ما يكلها شي لطشة حريقة، وبقيت ما تبقى كلهم ظهروا شي شوي، شعره شي وجهه، وهذا الشيء رجعت عرفته بعدين وقت اجوا يشقوا علينا. بهاللحظات كل واحد بده يجرب يهرب، بده يجرب يخلص حاله، يجرب يخلص حاله. بهاللحظات انت كمان اختك مسكتي كرمال تقدري تهربي، قدرتي تطمني على حدا، على اهلك، على جوزك؟ انا وظهرة كان في بلوك ازاز بيفصل السال عن مطرح ما انا كنت ظهرة منه، عم بتطلع لشوف عن جد شو عم بيصير، لأنه أنا كنت معزولة إذا بدك عن السال برا. لقيت جوزي راكد صوب المسرح لحتى يخلصني، جربت عيط له. هو جاي صوبك والحريقة صوبك؟ 100% رحت يخلصني. ما كان عم بفكر لا بحريقة ولا بشي، كان عم بفكر بس أنه يروح يشيلني من هونيك ويظهرني. يعني انت طلعت لبرا مطمنة عليه؟ لا، انا طلعت لبرا لانه انجبرت اطلع لبرا، انقطعت الكهرباء وصرت عم بختنق. يعني جربت قد ما فيي خلص على امل انه انا اظهر وشادي يكون تستوعب انه انا مني هونيك ولحقني لبرا. وانت وناطرة هو يوصل، تتذكري شو صار؟ اكيد ما بنسى. شو صار؟ ما تركت حدا إلا ما سألته إذا شاف شادي، وكل حدا كان يقول لي شيء، حدا يقول لي طلع يحكي مع مدير السال، حدا يقول لي شافه هونيك عم بيشرب مي، ما كان حدا عم بيقول لي مزبوط شو كان عم بيصير. لبعدين بالغلط عرفت إنه علقان جوا ولاد عمي علقانين معه، وساعتها كانت الصدمة الكبيرة علي. في عندي مشاهد تانية، مشاهد ولا مرة شفتيها من قبل، مشاهد عنك أنت وأنت ولا مرة حضرتيها. بعرضها أو ما بعرضها؟ جواب عندك. عرضه، اللي صار صار، يعني ما فينا نرجع شيء. بعرضه؟ عرضه. قبل ما تكملوا اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب، وما تنسوا شغلوا الجرس. رجيع رضوى. هلا في العريس بيت لميلة جوا، هلا اثنين، هو في باب من ورا، ما في باب من ورا، ما بقى اعرف. ولد عمي كمان؟ ما حدا بيشوف ما شايفتيه. لما منواجه الذكريات، لما منواجه الصدمة، نوقف قدامها وجه بوجه، هيدا بتساعدنا انه نتخطاها؟ هلا انت عم تحكي من بعد 5 سنين، اكيد، وحتى اكيد ما كان لازم انه انفعل كثير، بس هيدا الشيء
من جوات الإنسان ما في يطلع منه لو بعد 100 سنة بدل في حرقة ليلة العمر. أكيد. إذا بدي أرجع لهالنهار الأليم أيمتى وكيف قدرت تطمني عن على شادي وعلى أولاد عمك؟ أول شيء الناس كنت عم تسألي عنهم وبعدين كيف طمنتي على الكل؟ أنا ما طمنت عليه إلا وقتها شفته ظاهر مع الدفاع المدني. ظهر هو بعدين رجعوا ظهروا أولاد عمي. يعني بفهم من كلامك الحادثة اقتصرت على الماديات وما صار في ضحايا. لا الحمد لله. الحمد لله. بلشت بسهرة، بلشت بحلم وانتهت بالإرجانس بالمستشفى بالطوارئ عم نتطمن على عدد العالم اللي فات بحالة اختناق، من بيناتهم كانوا جوزي وولاد عمي وبيي، راكدة من أوضة لأوضة لحتى اطمن على الكل، لحتى ما يكون يعني ما احمل ذنب طول حياتي على حدا. الحمد لله على سلامة الكل. مرسي. خلصت أول ليلة طمنتي على الكل، كيف عشت تداعيات هالصدمة على المدى القريب؟ يعني على دغري بعد العرس على فترة، إذا اليوم بعد 5 سنين اليوم تداعياتها اليوم طلعت أو صار لك 5 سنين بتعيش تداعيات هالنهار؟ هلا أكيد أول فترة كانت كتير صعبة علي لأنه ما استوعبت صراحة شو صار، أنه ليه أنا صار معي هيك، يعني لدرجة أنه ما بقى رحت حضرت أعراس، لا حتى أقرب العالم لإلي ما حضرت لهم أعراس وصرت أعتذر. يمكن في ناس تفهمت وفي ناس يمكن أنه قالوا إف أنه خلص سفا يعني تمشينا بقى، يمكن افتكرت حالي تخطيتها حتى بعد 5 سنين وما توقعت انفعل أو أعمل ردة فعل مثل ما عملت هلأ. بس مثل ما قلت لك هيدي طبيعة الإنسان وهدول مشاعر وما حدا محل حدا. بالعكس بقدر جدا حضورك، بقدر جدا مشاعرك وشكرا لحضورك. يعني عذرا اذا عم برجع استرجع معك لحظات كانت قاسية لك، ولكن نجاح صار لك 5 سنين مجوزة، نجاح الزواج ما خفف شوي من وطئة هالنهار كيف كان؟ اكيد يعني الله تعنا بصبي وبعتبر حالي يمكن شوي تخطيتها وقتها خلق الياس. التهيت فيه، صار عندي حياة بين إيدي بدي اهتم فيها، يمكن شوي غضيت النظر عن هذا الموضوع، بس إنه أكيد يعني إلا ما في عالم يرجعوا يذكروك أو وقتها تروح تحضر ترجع عرس تتذكر أنه إف لو كنت أنا هون شو كان صار، شو كنت عملت، فيرست دانس، الكاتين كيك، مام، يعني كانوا أسئلة وقتها كنت صغيرة وضلون معي بعضهم أسئلة. لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب.